عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف السادس الابتدائي، تعالوا أوريكم مع بعض كتاب المعاصر بالنسبة للفصل الدراسي الثاني. بيتضمن الكتاب إيه؟ طبعا هو كتاب الشرح زي ما أنتم عارفين بتاعه، كتاب الشرح وكتاب خاص بالمدرسين وكتاب المهم اللي هو كتاب المراجعة اللي هو ده. طيب تعالوا نفتح كتاب أول الشرح ونشوف هو بيتناول الأسلوب الشرح إزاي. عارض مع بعض الكلمات الوحدة الأولى وعامل معها المحادثة. بعد ما عرضها طبعا بدأ يعمل أسئلة على المحادثة زي ما انتوا شايفين، وكمان هو عامل طريقة جديدة المرة دي، عامل حاجة اسمها تايم سيفينج بتوفير الوقت، وإن طريقة عشان يتشرح بيها المنهج بشكل يوفر في الوقت إزاي. طيب تعالوا كمان نشوف أسئلة بعد كده على جزئية المحادثة، وبعدين بنكمل بعدها بقية الفصل الوحدة الأولى الكلمات طبعا اللي بتبقى عليها. آخر الوحدة عامل جزئية ريفيجن لمن فيها كل الوحدة بالكونفرسيشن اللي فيها اللي هي المحادثة بالكلمات المهمة اللي فيها، وبعد ما عرضها كلها بدأ بعد كده يعمل امتحانات على الجزئية بتاعت الوحدة دي. فهو ما اكتفاش بامتحان واحد، عمل امتحانين بعد اما خلص الوحدة زي ما انتوا شايفين معانا كده. ده بالنسبة لكتاب الشرح، وطبعا كل ده هيبقى موجود معانا في بقية الوحدات برضو. طيب عمل ايه بعد كده في الكتاب التاني؟ الكتاب اللي هو كراسة تفاعلية، هو المعاصر مسميها كراسة المعاصر التفاعلية. عامل فيها ايه؟ تعالوا نفتحها ونشوف مع بعض كده. بسم الله. اول حاجة عامل حاجة اسمها تايم سيفينج توفير للوقت، جايب برضو فيها المحادثة. هو طبعا اخد فيها هنا على يونت 6 اللي هو الوحدة السادسة، فبيتكلم عنها هنا وبادئ يتكلم على المحادثة واسئلة عليها وجايبها بشكل نقاط، وبعدين يتكلم على الكلمات الخاصة بالوحدة برضو وجايب عليها اسئلة. بنقلب مع بعض الصفحة، برضو جايب هنا بعد كده جايب معانا بيتأكد من استيعاب الطالب عن طريق ان هو ازاي يرتب الجمل ويختار اسئلة عليها. كل ده على الوحدة الاولانية اللي هي اول وحدة في المنهج، اللي هي طبعا هتبقى في الترم التاني يونت 6. وكمان بدأ يتكلم على جزئية الجرامر، شرحها وبعد شرحها تاني، وبعدين بدأ يجيب عليها اسئلة. كل ده على الوحدة الأولانية طبعا، لغاية لما بيخلصها وبيبدأ ينهيها. بعد ما بينهيها بيبدأ يعمل برضو ده في الوحدة اللي بعدها وهكذا. ده الجزئية الأولانية من الكراسة. طيب نشوف بعد كده في ايه كمان. جايب معاها البوستر اللي هو المعاصر معروف بيه، البوستر اللي بيبقى فيه كويك لوك، نظرة سريعة على المنهج. طيب بعد الكويك لوك ده في ايه كمان؟ في جنرال اكسرسايز، امتحانات طبعا امتحانات خاصة بالازهر الشريف. وبعد امتحانات الازهر الشريف في امتحانات اللي هي كتاب الورك بوك اللي موجودة بتاع المدرسة للنماذج الامتحانية، وبعدين المحافظات. ده محتوى الكتاب بالنسبة للمحافظات.